قاعدة بنين الجوية أو قاعدة تهامي في بنغازي احتلت الواجهة منذ الأيام الأولى لثورة 17 من فبراير الحالية لأكثر من سبب، فهي الثانية من حيث الأهمية في ليبيا بعد قاعدة سرت. والأهم بالنسبة لأهالي بنغازي والشرق بصورة عامة أن انضمامها للحركة المناهضة للقذافي مثل ضربة موجعة لنظامه وسندا معنويا قويا للشباب وثورتهم. القاعدة حقيقة تجاوبت كلنا، عندي شباب زي ورد في القاعدة تجاوبوا من الأول، لكن نحن كعسكريين دائما الموضوع مش كان كلام عسكري، احنا عبارة عن أنا ضد أي واحد يفكر في احنا عسكريين حنحرك الأمور، هذه ثورة شعبية شبابية، احنا مهمتنا إسنادها حمايتها التحام بها، هو هذا هدفنا الرئيسي. احنا كنا نتمنى أن تتجاوب العقيد عمر حقيقة مع مطالب الشباب، ولكن حقيقة الدماء هذه هنا مشكلة دم يخلق دم، وإحنا دم الشعب الليبي غالي علينا. عند مدخل القاعدة وداخلها يعيش شباب الثورة في انسجام كبير مع ضباط القاعدة والمنتسبين لها، مكبرين فيهم رفضهم استخدام القوى ضد المتظاهرين. بالنسبة لموقف قادة هذه القاعدة وجنودها هو موقف مشرف، اكتزوا كم طيارة جوا عندك 135، هذه من أكبر مقاتلات، أمنعوهم من الطيران، ضروري نعطى الفني عشان يقدم قعدات، المفروض هم يطلعوا بين بالأمر العسكري اللي هو جاهم أنهم يرمن شبابنا وأصحابنا اللي قاتلوا وغادي في الكتيبة. استرعت بنين الاهتمام أيضا بوصول مئات من المسلحين الموالين للنظام إليها في ظاهرة شبيهة بما جرى في ميدان التحرير في القاهرة على يد ما يعرف هناك وبات معروفا في الشارع العربي بالبلطجية. كل العملية كانت منسقة ومدبر وطريقة الانسحاب، طبعا الناس عسكريين. كم كان عددهم تقريبا؟ والله شنو نقول لك، بمعنى اللي شفتهم بأم عيني عند الساعة 2:30 وهم يدخلون مدينة بنغازي عن طريق بنينة عن طريق المقزحة، ثلاث حافلة تشوف إذا كان الحافلة تاخذ 45 راكب، علاوة على ثلاث سيارات كراوزر، والبقية ما يقارب عن حوالي 10 ولا 11 سيارة صغيرة، كل سيارة فيها نفرين ثلاثة بالأسلحة. حين يدير المدنيون من الشباب آليات عسكرية كالمدافع المضادة للطائرات، يتجاوز الأمر الإثارة والطرافة إلى واقع تعيشه بنغازي وأخواتها من الحواضر الشرقية في ليبيا. قاعدة بنين الجوية اسم كبير في بنغازي واسم أكبر بالنسبة لثورة 17 من فبراير، لأن انضمام قادتها وجنودها إلى هذه الحركة كان حاسما في توجيه الأحداث في هذه المنطقة من ليبيا. ليبول مهدي، الجزيرة، بنغازي.